السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواني في البيزود 5 ديال لا فيغولوجي إن شاء الله بحول الله. فهاد البيزود غادي نشوفو كيما كتعرفو الفيروس فاريسيل زونا باللغة الفرنسية، أما باللغة الإنجليزية فكنقولو فاريسيل زونا فيروس، داكور، اختصار ديالها هي في زد في. وللعلم فقط المعلومات الواردة في الحلقات السابقة ما غاديش يتم إعادة الشرح ديالها حفاظا على وقت الحلقة، وهذه المعلومات غالبا غادي تكون باللون الاخضر، اما المعلومات الجديده فغادي تكون مميزه باللون الاحمر. وايضا هذه الحلقه جد جد مهمه لانك تستوي على مجموعه كبيره وهائله من ليزانفورماسيون جداد اللي غادي نحاولوا اننا نديطيوهم وماكسيموم باش تفهموهم. وبيان سور غادي يجيكم الكور ديال السبيس ديالكم سهل وسهل بزاف، وهذه كي ان بيان سور كتسيب لي هاد لي كور اللي كنديرو في لا فيرولوجي، تقدر تسيب لي حتى لا ميدسان بيان سور لي سبيسياليست في لي تكنيسيان د لابوغاتوار. فا اول حاجه غادي نشوفوها هي اشنو غادي نديرو في هاد ليبيزود، شنو الحوايج اللي غادي ندويو عليهم. فالحوايج اللي غادي ندويو عليهم كيما ديجا شفتو في المره اللي فاتت كاين بعض الاختلاف فقط. اول حاجه هي لا كارت ديدونتيتي ديال هاد الفيروس، هذا ثاني حاجه هي ستراكشر، ثالث حاجه هي الميتيبليكاسيون دي فيروس، ورابع حاجه هي لا فيزيوباثولوجي، خامس حاجه هي لي فورم تيبيك بينين ديال الفاريسيل، وموراها لي فورم كومبليكي و غراف ديال الفاريسيل. وايضا غادي نشوفو لي فورم وحتى لي ليزيون اللي كيدير منا زونا. اي بيان سور اخيرا غادي نشوفو التريتمون والفاكسيناسيون. نبداو اول حاجه على بركه الله واللي هي لا كارت ديدونتيتي ديال هذا الفيروس اللي هو الفاريسيل زونا فيروس. نحاولوا على بركه الله نبداو بالتاكسونومي. التاكسونومي كما كتعرفوا هو من لا فامي ديال الهربس فيريدا، اي بيان سور سو فامي ديال الالفا هربس فيرينا، ديجا كتعرفوا هادشي هذا وديجا دوينا عليه وديجا شرحناه. ان سول تيب يعني ما فيهش جوج لي تيب، فيه تيب واحد لا طاي ديالو انفيرون 200 نانومتر، الجينوم ديالو هو ادي ان بيكاتينير دينير، الكابسيد ديالو اخواني هي ايزوهيدريك كتحتوي على 162 كابسومير، هادشي ديجا كتعرفوه وديجا شرحناه بلي ديتاي. تيغيمون ديالو الاخوان واحد البروتييك سيبارون لا كابسيد اي لونفولوب، وهادشي تا هو ديجا شفناه وديجا كتعرفوه. ولونفولوب ديالنا سونسير دي غليكوبروتيين، وحتى هادشي دوينا عليه وعارفين شنو هما لي غليكوبروتيين وفين كيكونوا، كيكونوا فيكسي سور دي بروتيين كيكونوا فيكسي سي لونفولوب، وهما اللي مسؤولين على الفيكساسيون ديال الفيروس اكسيتيرا اكسيتيرا، هادشي راكم كتعرفوه. ثاني حاجه غادي ندوزو بالزربه وغادي نشوفوها اللي هي مهمه اكثر من هادشي اللي شفنا دابا، واللي هي ستراكشور، ستراكشور ديال الفيروس ديالنا. با غادي تكون على شكل فقره، فحاولوا انكم تركزوا معايا. لا بارتيكول فيرال ان ديامتر دونفيرون 200 نانومتر الي اونتوري دون انفولوب ليبيديك دون لاكيل سون انكريي بليزيور غليكوبروتيين ابلي جي او جي بي جي سي جي اش اي جي ال. سو لونفولوب فيرال سو تروف ان تيغومون بروتييك كي رانفيرم بليزيور بروتيين ريغولاتريس كوم بار اكزومبل لي او 4 لي او 62 لي او 63. La capsule ديال الفاريسيل زونا فيروس هي كوسايدريك، هي كومبوزي دو 162 كابسومير هكزاغونو. بلا ما تدخلوا على الاخوان الامر جد بسيط، المعلومات الوارده في هذه الحلقه هذه ديجا الاغلبيه ديالها شفناها في الحلقه اللي فاتت، ولكن غادي نحاول نشرح لكم ان شاء الله هذه الفقره باش تحاولوا تفهموا كل شيء. قال لك سيدي بلي لا طاي ديال الفيروس هي 200 نانومتر، الامور باينه، ومحاطه بغشاء اللي كتعرفوه كاملين هو لونفولوب ليبيديك المشار اليه بالرقم واحد في الصوره. وكما كتعرفوا ثاني بلي هذا الغشاء مليء بالجليكوبروتيين واللي سميتهم على التوالي جي E, G, B, G, C, G, H, E, G, L. المشار إليها بالرقم جوج في الصورة. وعندنا كما كتعرفوا أن تيغومون، تيغومون اللي ديجا كنشوفوه اللي ديجا شفناه اللي كاين بين الكابسيد والانفولوب المشار إليه بالرقم 3 في الصورة. وأيضا كيحتوي أي التيغومون اللي كندويو عليه على مجموعة كبيرة من البروتينات المنظمة مثل E, E, 4, E, 62, E, 63، عقلوا عليها. وآخر حاجة اللي شرحناها 100 مرة بيان سور قبل هي لا كابسيد ديال الفيروس، بيان سور كتكون ديما ايكوسايدريك، كتكون مكونه 162 كابسومير هكزاغون، داكوغ، هادشي ديجا شفناه. بيان سور على الانتيريور دو لا كابسيد انفيرمي على الدي ان اون دوبل شين كي كومبخون 124884 بار دو باز. كيقول لك ايضا بلي لا دي ال موجوده داخل الكابسيد واللي كتكون من جوج، اللي كتكون من جوج ديال الاطراف ولا ديال السلاسل، واللي كتحمل 124884 بار دو باز. المعلومات لحد الان اخواني جد واضحه والامور جد بسيطه. دابا اخواني غادي ننتقلوا لواحد الحاجه صعيبه شويه واللي هي الميتيبليكاسيون ديال الفيروس. ماشي شي حاجه صعيبه بزاف ولكن فيها بزاف ديال المراحل، ديجا شفنا اغلبيه ديالهم وديجا عارفينهم، كتختلف بعض الامور ولكن كتبقى الامور الاساسيه كما ديما هي هي. وكنزيدكم بعض لي
انفورماسيون في كل حلقه، ولكن هذه الانفورماسيون غتكون اضافيه وغادي تفيدكم. فاول ايتاب غادي نشوفوها هي لو سيرك ريبليكاتيف ديال هذا الفاكسين زونا فيروس دو بيت بار سون ادسوبسيون سور لي سيلول سيبل بار لانترميديير دو ريسبتور سبيسيفيك انكور انديتيرميني. وهذه مجرد شرح للمرحله ديال الادسوبسيون من بعد البينيتراسيون. هاد جوج المراحل اللي شفناهم بزاف وعاودناهم في كاع لي زيبيزود اللي فاتوا. ثاني ايتاب هي لا كابسيد اي لي بروتيين دو تيكومون يعني بينيتر دون لا سيلول اي ماغر دون لو سيتوبلازم. كلشي باين، امور سهله داكوغ. هنايا في ليتاب الثانيه ما محتاجاش للشرح نهائيا، لان ديجا شفناها وكنظن بانكم غادي تكونوا فهمتوا اشنو تقال تما. جوست اخواني ان داك الكابسيد ولي بروتيين ديال داك تيغومون ديال الفيروس كيمشيو لنا من بعد البينيتراسيون الاتجاه للنواه عن طريق سيتوبلازم كما ديجا كتعرفوا. فلا بلا ما نبقاو نعاودو، لا دي ان فيرال اكومباني بروبابلومون دو بروتيين دو تيغومون غاني لو نويون دون لوكال اي لي ديكابسيدي او لي جين فيرون سون ترانسكري سيكونسيلمون. وهنا اخواني الحاجه الوحيده اللي ما شفتوهاش في لي زيبيزود اللي فاتوا من بعد ديكابسيداسيون هي ان دوك لي جين فيرو كيتم النسخ ديالهم بشكل متتابع، والدرس ديال النسخ وكيفاش كيتم داك النسخ ديجا قريتوه في البكالوريا، فما نحتاجوش اننا نبداو نعاودوه. ولا كانت الحاجه لهذا الشيء حاولوا انكم تمونسيونيوها في لي كومونتير. فرابع ايتاب ترانسكريبسيون سيكونسيال دي 3 كلاس دي جين الفا بيتا غاما ترانسدكسيون دي بروتيين فيرال اي او ال او ال ال. نفس الشيء اللي شرحناه دابا من بعد ديكابسيداسيون كتم مرحله النسخ ديال هاد لي جين اللي دوينا عليهم دابا اللي هما الالفا والبيتا والغاما اللي كتشوفوهم في الصوره، ومن بعد كتم عمليه الترجمه ديال اي او والاو والال اللي هما دي بروتيين فيرال. وهاد العمليه حتى هي قريتوها في البكالوريا. Réplication de l'ADN viral, le dernière étape comprend l'assemblage de la capside et l'incorporation de l'ADN viral avec acquisition de l'enveloppe par le bourgeonnement à la membrane nucléaire. هاد ليتاب الخامسة ديجا شرحناها، وديجا كاع لي زيتاب اللي فيها كاملين مفهومين وما غاديش نعاودو نشرحوهم. ودابا غادي نشوفو لا فيزيوباثولوجي. ولا فيزيوباثولوجي هي المرحلة اللي كتبين لنا كيفاش الفيروس كيتعامل داخل جسم الانسان بعد ما كيدخل كيدير الريبليكاسيون ديالو اللي عدوينا عليها اكسيتيرا. حاولوا انكم تركزوا في هاد القضية، كاين واحد الامور مشتركة ما بينها وبين الفيروس الاول اللي ديجا شفناه في ليبيزود اللي فات، ولكن هادشي غادي ينفعكم باش تقدروا تفهموا اكثر. اولا لا بريمو انفيكسيون ديال الفارسيل زونا فيروس بريزونت سو لا فورم دون فارسيل شي لي زونفون. وكلشي باين هنا، قال لك بلي الدخول الاول للفيروس كيبان مزيان عند الاطفال على شكل فارسيل. Le virus se transmet essentiellement par la voie respiratoire par l'intermédiaire des gouttelettes et des sécrétions et elle pénètre dans l'organisme au niveau de la muqueuse de l'appareil respiratoire. وقال لك ثاني بلي هذا الفيروس كينتقل بشكل اساسي عن طريق الجهاز التنفسي، لان دوك الكتل اللعابيه هي اللي كتكون حامله الفيروس بشكل مهم وكتدخل للجسم عن طريق لا ميكوز ديال لاباري ريسبيراتوار. او بيان سور لا ميكوز هي ديك البوا اللي كيكون على الانتيريور ديال لاباري ريسبيراتوار. وديجا دوينا عليه في الهيستولوجي. لو فيروس ماغرا alors au niveau ديال لي غونغليون اي va se répliquer، اي ان الفيروس كيمشي بحال الفيروس اللي شفنا قبل لي غونغليون، حيث سيتكاثر وكيدير لا فاز ديال الملتيبليكاسيون اللي ديجا دوينا عليها دابا. اون بروميير فيريمي بيرميتون لو ترونسبور ديال الفيروس دو لو فوا اي لي سيلول دي سوسي ريتيكول اندوتيليال. اشنو هي بعدا هاد الفيريمي؟ قال لك بلي هي لا بريزونس دان فيروس دو لو سون، يعني الوجود ديال هاد الفيروس داخل الدم دون لسون، يعني هذا هي الفيريمي باش تقدروا تفهموا معايا ديفينيسيون. فكأول فيريمي كتسمح للفيروس بالانتقال الى الكبد لو فوا او لي سيلول دو تيسي ريتيكول اندوتيليال. وشنو هما بعدا هاد الخلايا اللي كندوي عليهم اللي هما لي ريتيكول اندوتيليال؟ فقال لك سيدي هاد لي سيلول هما لونسومبل ديال دي سيلول جو ان رول ايبوراسيون دو لورغانيزم نوتامون ابسوربون دي بارتيكول اترونجير. كيفاش؟ باختصار قال لكم هذوك الخلايا اللي كينقيو لينا الجسم عن طريق امتصاص الجزيئات الداخله على الجسم، هادو هما الخلايا اللي كاينين تما في ديفينيسيون. وباش نزيدو نفهمو مزيان هاد المعلومتين، قال لك اسيدي بلي قال لك اسيدي ال سو ريبليك دون لي كيراتينوسيت دون ال بروفوك لا بانونيزاسيون. Cet effet cytopathique caractéristique de l'hypervereda est responsable de la formation des vésicules intra-épidermiques. اولا اخواني هاد الكيراتينوسيت ما هي الا
دا سيلول ابيتيليال اللي عدونا عليها وشرحناها دابا. بكل بساطه عرفتي بلي الفيروس ديالنا كيتكاثر في هذا النوع ديال الخلايا بالضبط، فعقلوا عليه، وهذا التكاثر هو اللي كيدير لنا ما يسمى بالبالونيزاسيون، اي انتفاخ، وهذا الانتفاخ هو اللي كيشكل لنا دوك لي فيزيكول انترا ابيديرميك، اي الحويصلات داخل الجلد. من بعد اخواني عندنا اي سكوند فيغمي سورفيان بوندون لي 4 ا 5 ديرنيير جور دو لا فاز دانكوباسيون اللي فيها اصلا 14 جور او لي 24 بروميير اور دو لا مالادي. وهنا الامور واضحه، حيث ان الدوزيام فيغمي كتجي في اليوم الرابع ولا الخامس ديال لا فاز دانكوباسيون. هاد لا فاز دانكوباسيون فيها 14 يوم، ولا كتجي في اليوم الاول ديال المرض. دوران سيت فاز لو فيروس اي ترانسبورتي بار دي سيلول مونونوكلي اي بو سو ديبوزي دون لي سيلول ابيتيليال دو لا بو اي دي ميكوز. خلال هذه المرحله الفيروس كينتقل بمساعده لي سيلول مونونوكلي، وهاد الخلايا هو هما خلايا دمويه احاديه النواه، ولا ممكن ايضا ينتقل بواسطه لي سيلول ابيتيليال اللي كيكونوا في لا peau ou la muqueuse. Le vaccin coronavirus peut notamment, lorsque l'infection est mal contrôlée par le système immunitaire de la lotte, infecter d'autres tissus, particulièrement quand il y a le pont, le système nerveux, le foie, la moelle osseuse et les surrénales. قال لك في هذه المرحله اللي كتولي فيها العدوى اشد ضررا على الجسم، لان المناعه ما قدراتش تتعامل مع الفيروس بشكل مطلوب، كيوصل ضرر للرئتين والجهاز العصبي والكبد والنخاع العظمي والغده الكظريه. ومن بعد هادشي هذا، لانفيكسيون اونترين اون برودكسيون انتيكور ديكتابل دون لو سيروم انفيرون 3 جوغ ابخي لو ديبو ديال ليريبسيون. وفي هذه المرحله هذه كيتم انتاج مضادات الاجسام طبعا من قبل المناعه ديالنا، اللي ممكن نجبروها بعد 3 ايام من ظهور الطفح الجلدي اللي دوينا عليه قبيله، اللي هو داك ليريبسيون اللي غادي تشوفوا ديجا في التصاور ان شاء الله بحول الله فاش ندوي على. وقال كاسيدي اون باراليل على غي دو لا ريبليكاسيون فيرال داك الفارسيل زورونا فيروس ماغر دون لي غونغليون نيرفو سنسيتيف كيما ديجا شفنا في البسود اللي فات، يل بو ريستي لاتون دورون دي ديسيني اي غونغليون لي غونغليون سون لو بوين دو ديبار دو لا ريكتيفاسيون. هنا كيقول لك بان الريبليكاسيون ديال الفيروس كتوقف، و اون باراليل ديال هاد التوقف ديال هاد الريبليكاسيون كيمشي لنا الفيروس لي غونغليون نيرفو سنسيتيف كيما قلت لكم راه هادشي دوينا عليه في الحلقه السابقه، ويقدر يبقى كامل سنوات في هاد لي غونغليون. وكما شفنا ايضا في الحلقه السابقه لا ريبليكاسيون ولا لا رياكتيفاسيون كتبدا من الغونغليون ايضا. لا فورم ابيتويل كوبرون لا رياكتيفاسيون اي لو زونا. وهنا اخواني كيبان الاختلاف البسيط ما بين هاد الفيروس هذا اللي هو فارسي زونا فيروس، وما بين الفيروس اللي فات اللي هو الاربيس سامبلكس فيروس، وكتبان لنا في الرياكتيفاسيون. هاد الرياكتيفاسيون اللي كتنتج ليها يعني شكل اخر من هاد ديال هاد الفيروس هذا كندويو على دابا، على الفيروس اللي عندنا دابا اللي هو الفارسيل زونا فيروس. ففي الرياكتيفاسيون فاش كيدير لنا الرياكتيفاسيون من الغونغليون كيشد ديك الطريق المعاكسه وكيمشي لي بارتي اللي غادي ياثر عليهم، فكينجلنا واحد الفيروس، واحد الشكل ديال فيروس اخر كنسميوه زونا. يعني في الاول كان فارسيل، من بعد كيولي زونا. داكور، امور واضحه. وحنا غادي ندويو على الفرق ما بين الفاريسيل والزونا، وشنو كدير لنا الزونا وشنو كدير لنا الفاريسيل. ولكن بغيت نبين لكم اختلاف ما بين الاربيكس سامبلكس فيروس وما بين الفاريسيل زونا فيروس. لهذا العلماء قسموا هذا الفيروس لقسمين، قبل الرياكتيفاسيون كيكون سميتو الفاريسيل، من بعد الرياكتيفاسيون كيكون سميتو زونا. ولهذا تم تسميه الفيروس بالاسم الكامل اللي كنشوفوه دابا اللي هو الفاريسيل زونا فيروس. دابا نشوفوا الفورم تيبيك بنين ديال الفاريسيل. اول حاجه كاينه فهاد لي فورم هي لاسبي دو ريبسيون. Il se présente au début sous forme d'iel macule rosée en nombre variable, vite surmontée d'une vésicule en goutte de rosée. أول شيء كيتسمى الطفح الجلدي اللي هو لاسبي دو ريبسيون، هذا عبارة عن ماكول أي لطخات زهرية متفاوتة العدد وبشكل سريع كتبان فوقها دي فيزيكول بحال قطرة الندى. والصورة كتبين لكم هادشي بشكل جلي جدا. وتاتي مثال لي فورم اللي عدوينا عليه دابا، كيجي واحد الفورم واحد اخرى موراه نيشان، قال لك دي لوندوما لو ليكيد سو تروبل لا فيزيكول سومبيليك، يعني سكي ايغالمون تري تيبيك اي دون لي 3 جوغ ايل سو ديسيش فورمو اون غوت كي تومب اون اون سيمين ليسون اون تاش ايبوبيغمونتي ترانزيتوار parfois une cicatrice atrophique. Le rôle favorisant du grattage sur les cicatrices est controversé. Sur les muqueuses buccales et génitales, la varicelle sous forme d'érosion arrondie de quelques millimètres de diamètre bien séparés l'un des autres. باش تقدر تفهم مزيان الشكل هذا حاول انك تبع معايا. داكور، قال لك في اليوم التالي من ظهور الشكل الاول اللي دوينا عليه، داك السائل اللي كاين في الحويصلات كيتعكر وكتسرب ديك الحويصلات، وخلال 3 ايام كتنشف ديك الحويصلات وكتشكل قشره كتسقط بعد اسبوع تاركه بقعا عابره، واحيانا ندبه
دوك الندبات اللي كتكون ضامره، والدور اللي كيخلي دوك الندبات يشعروك بالحكه مازال مثير للجدل لحد الان وغير معروف بشكل رسمي. وعلى مستوى الفم ولا الجهاز التناسلي، ديك لا فاغيسيل كتبان على شكل تاكلات دائريه بقطر بضعه مليمترات مفصوله جيدا عن بعضها البعض. وهذه المعلومه، هذه معلومات وصفيه كامله، راه كتبان لكم في الصوره بشكل واضح جدا. وفي التخوازيام فورم اخواني قالك بليزيور بوسيد فيزيكول سو سيكسويت وليغبسيون كومبورت دونك دي زيليمون داج ديفيرون. هنا كيقول لك بلي الانسان فاش كتجيه هاد الحالة اللي ذكرنا في الشكلين السابقين عدة مرات كتشكل لي بقع مختلفة الأعمار، يعني بعض البقع جديدة وبعض البقع قديمة. ودابا نشوفو لي فورم كومبليكي اي لي فورم غراف ديال بيان سور الفاريسيل. مازال كندويو على الفاريسيل. نبداو بأول قسم اللي هو لي فورم كومبليكي. أول حاجة في هاد القسم هذا ولا في هاد البارشي هي لي سور انفيكسيون كوتاني. وقال لك إل سو فوا إيسونسيالمون شي لونفون إي سون دو أ ستافيلوكوك دوغي أو ستريبتوكوك. قال لك هذا النوع كيبان عند الاطفال بشكل رئيسي وهو بسبب بكتيريا اللي سميتها ستافيلوكوك. باش تقدر تفهم مزيان اشنو كيوقع تبع معايا انا غادي نشرح لك. قال لك سيدي في الجلد ديالنا بشكل عادي كتكون هاد ستافيلوكوك كتسرى تما بشكل عادي، هذيك هي الطبيعه ديالها، كتجبرها في الجلد ديالنا كتسرى في الوجه في اليدين في اي بلاصه. وهاد ستافيلوكوك هادي كتسنى غير الفرصه فاش تقدر تخدم خدمتها، والفرصه ديالها هي فاش كتجرح ولا كيوقع لك شي حاجه على الجلد ديالك. ومن الحوايج اللي كيوقعوا الاطفال على الجلد ديالهم ولا في الوجه ديالهم هي هاد الفاريسيل اللي كندوي عليه دابا، اللي كيشكل لنا دوك لي فورم بينين اللي دوينا عليهم قبيله. ولا تشكلوا لنا دوك لي فورم بينين هنايا ستافيلوكوك كدير خدمتها، وفاش كدير خدمتها كدير لنا اوميم طون معاها مضاعفات، وهاد المضاعفات هادو هما اللي كيتسموا لنا لي سور انفيكسيون كوتاني. ودابا غادي نمشيو نشوفو تاني فورم اللي هما البنوموباتي فاريسيلوز. كتقول الي غار 5% اسوسيالمون اوبسيرفي شي لادولت اي سيرفيان 1 ا 6 جور ابري ليريبسيون اي سو مانيفيست باغ اون تو avec des spnies, fièvre, hémoptysée et parfois des détresse respiratoire aiguë. هاد النوع نادر كيبان عند الكبار وكيجي ما يعني ما بين اليوم الاول حتى اليوم السادس من ليغيبسيون، وكيدير لينا السعال وصعوبه في التنفس والحمى ونفس الدم يعني اللي مبتزي من الفم. وفي بعض الحالات كيتسبب في مرض رئوي حاد اللي هو ديتريس ريسبيراتوار ايغوي، كتعرفوه ديجا. وهاد الاعراض كامله راه شفناها في لاسيميولوجي، رجعوا لاسيميولوجي لي بارتي كاملين ديال لاسيميولوجي ريسبيراتوار، هادشي هذا دوينا عليه مزيان. الى عقلتي عاد دابا شرحت لكم باللي هاد الفيروس يقدم شي لينا بزاف ديال الاعضاء. وهاد الاعضاء هادو اللي كنا دوينا عليهم من بينهم شفنا الجلد وحتى الرئه، ودابا غادي نشوفوا ايضا الجهاز العصبي. لهذا غادي نشوفوا واحد الحاجه كتسمى لي مانيفيستاسيون نورولوجيك ديال هاد الفيروس. فهاد الفيروس كيدير لنا كيأثرنا كما اثرنا على الجلد ولا الاعضاء الاخرين بحال الرئه، كيأثرنا حتى على لو سيستيم نورولوجيك. لهذا من لي مانيفيستاسيون نورولوجيك اللي عندنا هما لي كونفيرسيون لي ا لي بيرتيرمي شي لي بيتي انفون، يعني لي كونفيرسيون تشنجات كتعرفوها المرتبطه بارتفاع الحراره عند الاطفال. السيجار كندوي على ثاني حاجه يقدر يدير لنا اي كومبليكاسيون سبيسيفيك، يقدر يدير لنا لاتاكسي سيريبرالوز ريغريسيف يعني سون سيكيل، يقدر يدير لنا مينانجي، يقدر يدير لنا لانفوسيتير، يقدر يدير لنا ميليت، يقدر يدير لنا البولي راديكولونيفريت حتى هي يقدر يديرها لنا. وهاد المضاعفات هما اولا غادي نشرحوا ان شاء الله هاد المضاعفات كاملين سبيسيفيك، ولكن ردوا البال ما غاديش نشرحوهم بزاف لان غادي يجي الموديول ديالهم اللي غادي نديتايو فيهم. اولا قالك لا تاكسي سيريبرالوز واللي سو ترادوي بار لو بيرت ديال دي كورديناسيون دي موفمون ميسكولير لور ديال لي موفمون فولونتير تيل كو لا مارش. بكل بساطه كتفقد الكورديناسيون ديال لي موفمون ميسكولير ديالك، حنا كنحركوا لي ميسكول ديالنا دون مانيير فولونتير، ولكن فاش كتكون مريض بهذا المرض هذا ربي يستر الجميع، فهادوك لي كورديناسيون ديال لي موفمون ميسكولير كيوليو تقريبا بحال تقول ماشي انفولونتير ولكن كتفقد السيطره عليهم بشكل تام. اون مينانجيت هي اون انفلاماسيون دي مينانج، وهادي معروف نار على علم دو ان انفيكسيون بار لو فيروس. يقدر تجي هاد المينانجيت بسبب واحد الفيروس، يقدر يجي بسبب الفيروس اللي كندوي عليه دابا. قال لك لا ميليت ترانسفيرس، هادي لا ميليت هادي ترانسفيرس اي ان اتانت نورولوجيك غار كوزي بار اون انفلاماسيون ديال لا مويل ايبينير، يعني لا ميليت كتكون غالبا واحد الانفلاماسيون ديال لا مويل ايبينير، ومن بعد كتجينا لا ميليت ديال واحد لاتانت نورولوجيك اللي فريمون ما كتكونش بزاف، كتكون غار قليل فاش تقدر تجبرها. واخر حاجه غادي نشوفوها هي البولي راديكولو نيفيغيتو، هادي هي مجرد انفلاماسيون او نيفو ديال لو سيستيم نيرفو بيريفيريك نوتامون لي غاسين نيرفو، يعني كتوصل حتى لي غاسين نيرفو هاد الانفلاماسيون. وثالث حاجه يقدر يديرها لنا كوم مانيفيستاسيون نورولوجيك هي اولا سندروم دو غي اللي كيكون اسوسي اون سيفالوباتي، وهو راه مورتال دون لي 80% دي كا.
وقدر يدير لنا انستياتوز هيباتيك امام بولي فيسيرال. قدر يدير لنا ايضا بو سيرفوني دو فاسون اكسيبسيونيل او كور دو لا فاريسيل دو لونفون و هي لي ليا على بريز داسبيرين كي فورمالمون كونتر انديكي او كور ديال لا فاريسيل. اولا هاد لو سيندروم دو ري. سيندروم دو ري هو شوي مالادي بيدياتري كاركتيريزي بار اون اتان سيريبرال اسوسيا اون اتان دو فوا. كتجي مع واحد لونسفاليباتي اللي كتعرفوها كاملين وهو راه مميت بنسبه 80% كما قلنا. وكاين ستياتوز هيباتيك. ستياتوز هيباتيك هو ليكيمولاسيون ديال لا غريس دون لي سيلول دو فوا. سهله التجمع ديال لا غريس في الخلايا ديال الكبد. الامور اللي بسيطه وكلشي يعرف ستياتوز هيباتيك. والبولي فيسيرال اللي ما كيعرفهاش هي واحد ليتا دلوكيل بليزور اورغان سو ديتيريور رابيدمون. وهذا يقدر يجي خصوصا الاطفال بشكل مستبعد اي قليل جدا ونادر وكيكون مرتبط بشكل مباشر مع تناول الاسبرين خلال الاصابه بهذا الفيروس. حنا كاينو دابا على البولي فيسيرال. البولي فيسيرال مرتبط اسونسيالمون مع داك لا بريز داسبيرين يعني ولا بريز داسبيرين كونتر انديكي فاش كتكون انسان عنده الفاريسيل خصوصا الطفل. دابا كنظن بانه جا الوقت باش ندويو على لي فورم لي غراف شويه. دوينا لي فورم كومبليكي ولا دابا ندويو على لي فورم لي كيسميوها لي فورم بروفيز ولا غراف. داكور. وقال لك ليريبسيون بوتيتر بروفيز التيرو نيكروتيك اي ايموراجيك كما كتشوفوا في الصوره. قال لك ممكن داك الطفح الجلدي يكون كتير ولا تقدر يكون متقرع بشكل كبير ولا حتى يكون نزيفي يخرج منه الدم بيان سور. وهذا القسم هذا من المضاعفات الخطيره كتكون مرتبطه بالمريض وبصحته وبالوضعيه ديالو. يعني نقدروا نحيدوا من هنا من هذا الشيء هذا الناس كاع لازم يكونوا كومبيتون. من غير واحد ايمينو كومبيتون ما غادي يكون داخل في هذه المضاعفات هذو اللي غنيو عليهم. في لي ايمينو كومبيتون كيكونوا دي كومبليكاسيون بيلمونير سو فوا بلو شي لادولت كو لي زونفون il se cependant rare يعني 5% d'environ عليها غادي نحيدو ان شاء الله ما عندهمش دي كومبليكاسيون هادو. ولي ايمينو كومبيتون اللي ما كيعرفوهمش هما الناس اللي عندهم المناعه ديالهم عاديه جدا وطبيعيه وتمارس عاداتها الطبيعيه بشكل طبيعي. هذه هي الناس اللي ايمينو كومبيتون. ولكن الناس اللي ايمينو ديبريمي ودوينا عليهم في ليبيزود اللي فات هادو دي كا سبيسيال لي كيفراهم هاد الفيروس هذا. حاول انكم تبعوا معايا باش تقدروا تفهموا مزيان اشنو كيوقع لي زيمينو ديبريمي. وقال كاسيدي كيل ساجيس دو ديفيسيت ايمونيتير كونجينيتو ou acute. Ces sujets présentent plus fréquemment des formes graves, hétéro-hémorragiques, profuses ou compliquées à atteinte viscérale, pulmonaire notamment. اي ان هاد الناس كيعانيو اكثر من هاد الفيروس وكتبان عليهم المضاعفات الخطيره ومنها التقرحيه والنزيفيه ايضا وتقدر تسبب لنا في مضاعفات على مستوى الامعاء ديالنا ولا حتى على مستوى الرئتين بشكل كبير. دابا غادي نحيدهم من الناس ديال لي زيمينو ديبريمي اللي عارفين حنا المضاعفات كيفاش كتكون خطيره جدا وانتقلوا لفامونسانت. لي فامونسانت autre le risque de pneumopathie comme chez tout adulte elle existe un risque de transmission à l'enfant. فالفام انسانت هي ايضا كتواجه مشكل بحالها بحال لي زيمينو كومبيتون. كتواجه مشكل ديال البنوموباتي ولكن كتواجهه بواحد الشكل اكبر قليلا من دوك الناس ديال لي زيمينو كومبيتون. الا ان الخطر ما كيتمثلش في هذه القضيه هذه دابا ديال البنوموباتي. ولكن الخطر عند الفام انسانت كيتشكل بان داك الفيروس يقدر يدوز لنا بيان سور الجنين ولا داز لنا الجنين يقدر يشكل لنا مضاعفات الجنين اللي تقدر تكون خطيره بعض الحالات. ودابا غادي ندوزو مباشره الفاريسيل نيوناتال باش تعرف هاد لي كومبليكاسيون اللي كتتم من لا فام اونسانت كيفاش تقدر تاثر على الفيتيس ديالها. يعني من بعد ما كيتولد ايضا فاش يقدر يتصاب وهو عاد تولد راه كاين لي كومبليكاسيون غراف غادي ندويو عليها. فلا فاريسيل نيوناتال اي غراف علاش كندويو. قالك ايل رياليز اون فيريتابل سيبتيسيمي فاريلوز افيك اتانت ميلتي فيسيرال. D'accord. Les complications pulmonaires et neurologiques, elles sont fréquentes. L'évolution peut se faire vers les décès dont 30% d'hommes. كندويو فاش كيقيس هذا الفيروس الموالد ولا الخدش اي الاطفال اللي تولدوا قبل يعني قبل الموانف داكور قبل ما يكملوا الشهر التاسع. وكنسميوه الفاريسيل نيوناتال كما عاد ديجا قلت لكم. وكيكون خطير جدا لانه كيدير سيبتيسيمي واللي هي اون ريبونس انفلاماتوار جينيراليزي اسوسي ا اون انفلاماسيون ولا انفيكسيون غراف. داكور انفيكسيون غراف كتكون بسبب هذا الفيروس هذا دوينا عليه. ويقدر يدير لينا دي ملتي فيسيرال اللي عاد شرحناها. ويقدر يدير لينا مضاعفات رئويه وعصبيه وكيتسبب لينا في الموت ب 30% داكور.
ودابا واخيرا سالينا الفاريسيل ونقدروا ننتقلوا نشوفوا الزونه. من بعد الرياكتيفاسيون بيان سور اللي كتوقع على النيفو ديال الفاريسيل كاينتجنا الزونه، والزونه تا هو واحد الشيء اللي قبح من صاحبه، قبح من الفاريسيل مريض كيدير لينا بزاف ديال التخربيق ما كيخليناش نعيشوا مرتاحين. الزونه تا هو خطير البال. قالك لا رياكتيفاسيون ديال الفاريسيل زونا فيروس ا ليو دو بلوس سوفون دو لي غونغليون نيرفو راشيديان لو زونا انتركوستال او دورسو لومبير. قالك سيدي بلي اعاده التفعيل ديال الفيروس على مستوى الغونغليون كيتب لينا هذا النوع ديال الزونا اللي هو لانتركوستال ولا دورسو لومبير. فكمضاعفات كيدير لينا ديليزيون انيسيال، يعني هذه غير البدايه ديالو، هو ماشي شي حاجه اللي صعيبه ولا بزاف، غير كيبدا لنا بواحد الزونه كتسمى الزونه ابدومينال واللي كتشوفوها في الصوره. هاد الزونه ابدومينال اون كيلكو جوغ تقدر دير لنا واحد ليكستونسيون ديال ليزيون كي ديبور تريتوار دو ال1. من بعد ايام هاد التمدد والانتشار ديال الزونه ابدومينال كيولي لنا على مستوى المنطقه كامله، لو تريتوار كامل ديال الاي ا الان هو لو تريتوار اللي ديجا شفناه في الصوره الاولى، ياك زونه اوفتالميك دو تريتوار تورجيمون. لي ماش تورجيمون فريمون خاص شي تعميل فريمون، لان عاد لي بيسود اللي فات شفنا تورجيمون وركزنا عليه وقلنا بان داك لو نير هو اللي من بعد الرياكتيفاسيون كيتسبب لنا دي كومبليكاسيون اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. فهاد لونير تورجيمون فاش كيوقع الرياكتيفاسيون كيمشي مع هاد لونير وكيتسبب كيوصلنا لي زيو ديالنا العينين وكيدير لنا داك الزونا اوفتالميك اللي كتشوفوها دابا في الصوره. شي لي زيمينو ديبريمي لوريبسيون برون ان اسبير سور ايموراجيك نيكروتيك، هذا عدوين عليه وعرفتوه داكوغ. دابا كنظن باننا سالينا واخيرا من بعد هاد لي زانفورماسيون كاملين غادي نشوفو اخر حاجه اللي هي لي زونتي فيرو ولا تريتمون. شناهو هاد لونتي فيرال اللي غادي نعطيو لهاد الفيروس وغيكون تريتمون اللي غادي يهنينا من هاد الفيروس سواء الفاريسيل سواء الزونا سواء الزمر كامل. قالك اسيدي لي زونتي فيرون سون اسيكلوفير. ايه لاسيكلوفير لاسيكلوفير قلتي على لاسيكلوفير ولا ما عقلتيش؟ حتى الا ما عقلتيش على لاسيكلوفير خصك تحميلها ثاني. دوينا عليه المره اللي فاتت ودوينا عليه وفسرناه مزيان، ودوينا قلنا بانه واحد موليكولا بارونتي انيبيتون ديال لا دي ان بوليميراز فيرال، وواحد لونزيم يعني اشورون ريبليكاسيون ديال الدي ان. لا دي ان بوليميراز فيرال قلنا واحد لونزيم اللي كاشورون ريبليكاسيون ديال الدي ان. هادشي هذا ما كيبقاش الفيروس فاش ما كيتضاعفش وما كيتريبليكاش بيان سور ما كيتكاثرش وكيموت دغيا، وكنقدروا نقضي عليه وكتجي المناعه ديالنا وكدير الدور ديالها وكتهنينا منه بيان سور. هادشي هذا كيساعد بزاف، وكاينه واحد الحاجه اخرى كتساعد من غير التريتمون من غير هاد لونتي فيرال. وهنا عندنا هنايا دو فاكسان، دو فاكسان اللي كيتسمى الاولي الفاري فاكس، ثاني كيتسمى الفاري ريكس. لو ريفيكاسيتي فاري دو 65 à 100%. Elle dure plusieurs années mais n'est pas définitive. هما بسيطة ما محتاجاش تسهل، يعني قالك يتوفر لقاحان ضد الفيروس وهما هاد جوج لقاحان اللي دوينا عليهم دابا هاد جوج سميات. قالك فعاليتهما كتراهم ب 65 حتى 100%، ماشي سهلة، كتستمر لعدة سنوات ولكن هذه ليست نهائية، يعني ما تقدر تحميك من الفيروس طول العمر ولكن كتستمر لعدة سنوات، كتحميك عدة سنوات حتى كتكبر وبعدها كتكون قادر انك تصدى لهاد الفيروس هذا. واخيرا 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 ساليت الشرح، لان فريمون 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 ضربت التمره على هاد لوكور هذا، وكنضرب هاد لوكور ديال الميكروبيولوجي فريمون فيهم بزاف ديال التمره، فيهم بزاف ديال التقلاب، فيهم بزاف ديال الجمع ديال الانفورماسيون، وكتضطر انك تقرا كتبه باش تجمع دي زانفورماسيون بلي بريسي ولي واضحين وماكسيموم ماشي كومبليكي بور لي ستوديون باش يفهموا مزيان. ونتايا خصك تحاول انك تفورمولي داك لي زانفورماسيون بواحد الشكل اللي غتخليه يفهمهم ويفهمهم بشكل بسيط. وهادشي فريمون كيدي ليا وقت كبير بزاف، كيدي ليا وقت كبير في الشرح، وقت كبير في المونتاج، وقت كبير في كلشي كامل، رغم انني كنحاول انني نخصص لكم وقت كبير بيان سور في الخدمه ديالي بارابور الخدمه اكسترا، ولكن هادشي اولا لله سبحانه وتعالى، ثانيا باش المشكل اللي واجهته انايا في الاول ما تواجهوش كاملين كاع لي ستوديون، بغيتكم تفهموا كلشي كلشي كاع لي موديول كاع الحوايج اللي ما فاهمينهاش تفهم، ما تبقاش شي حاجه في السنتيم مفهوماش، كلشي تفهم. بيان سور كتبقى البارتي ديالكم نتوما، خصكم تحفظوا ديروا لي ريزومي تقراو تجتهدوا، واللي وصل لهاد المرحله هادي كنشكرو بزاف، وعرفت بان فريمون عارف راسك بانك كتقرا وباغي تقرا وباغي تفهم وباغي تعرف. فشكرا لك بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونشوفك في الحلقه الجايه ان شاء الله، ونشوفك في ليبيزود الجاي ديال الريزومي ديالك واجد باش تقرا مزيان، وكنتمنىك التوفيق والنجاح. السلام عليكم. ما تنساش اجي ما تنساش داك التخربيق ديال جيم بارطاج وداكشي اللي كيقولوا لكم كاع كامل ديروا الله يسهل عليك باش نوصلوا هاد لاشين هاد الناس واحد اخرين باش يفهموا حتى هما. واش باغي تفهم غير بوحدك صاحبي، فهم الناس الاخرين حتى هما، صحابك عشرانك اللي كيقراو معاك نفس ليكول،
فهم كل شيء. يلا السلام عليكم.